يا هم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. فشهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. ففي شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ومشاهدينا، نرحب بكم في برنامج طريق الجنة مع فضيلة الشيخ أشرف سعد عبد العال. فضيلة الشيخ أشرف، ما هي الحكمة من فرض الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية بيّنت الحكمة من فرضية الصيام لعلكم تتقون. فلابد أن يخرج الإنسان من الصيام بالتقوى، والتقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، أن نخاف من الله سبحانه وتعالى فنراقبه في كل أفعالنا وفي كل أعمالنا وتصرفاتنا، ثم العمل بالتنزيل، طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي، اجتناب المحرمات، والاستعداد ليوم الرحيل، لأننا سوف ننتقل في يوم من الأيام إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ أشرف، ما هي شروط الصوم؟ شروط الصوم دي على من يجب الصيام. الصيام يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر. عشان الإنسان يجب عليه الصيام لابد أن يكون مسلما، فلا يجب الصيام على غير المسلم في شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم البلوغ، يصل إلى سن البلوغ، لا يجري القلب إلا على البالغ. ثم العقل، فلا صيام على مجنون ولا فقد الأهلية. فالصيام يجب على البالغ العاقل المسلم القادر، لابد أن يطيق الصيام ويكون قادرا على الصيام، لا يكون مريضا. الصيام يؤثر فيه، ولا أشياء أخرى سوف نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ أشرف، هل يكفي لصوم رمضان نية واحدة؟ الأمر في خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول ينبغي على المسلم أن ينوي الصيام في كل ليلة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما جاء في الحديث. والبعض الآخر يقول أنه له أن ينوي الصيام في أول الشهر، في أول ليلة من الشهر ينوي صيام الشهر كله، باعتبار أن الشهر بأكمله كالكل الذي لا يتجزأ، زي بالضبط الصلاة المكونة من 4 ركعات، فمش هينوي في كل ركعة. الصيام شهر مكون من عدة أيام، فينوي الصيام في أول ليلة من رمضان للشهر كله، وهذا هو الصحيح والمشهور بين أهل العلم. فضلت الشيخ أشرف، من الذي يباح لهم الفطر في رمضان؟ الذي يباح له الفطر في رمضان الحائض والنفساء، فهذه يباح لها الفطر في رمضان، بل يحرم عليها الصيام. الحائض والنفساء، المريض، الكبير في السن لا يقدر على الصوم، ده يباح له الفطر، طالما أن الصيام يؤثر فيه ولا يقدر على الصيام، فالكبير في السن يباح له الفطر. المسافر، سفر طويل وسفر بعيد، اللي هو السفر قدروه أنه يجوز له فيه أن يقصر الصلاة، فإذا كان السفر يجوز للمسلم فيه أن يقصر الصلاة فيه على مسافة القصر، يبقى يجوز له الفطر. أقل من ذلك فلا يجوز له الفطر. فالذي يبيح الفطر السفر، يبقى السفر المرض اللي بيؤثر الصيام فيه، كبير السن اللي هو لا يقدر على الصيام، أما الحائض والنفساء فيحرم عليهم الصوم. هذا الله أعلم. فضيلة الشيخ أشرف، فشهر رمضان شهر عمل وشهر عبادة، فقد تم فتح مكة في شهر رمضان، وقد انتصرت الجنود المصرية وعبرت خط بارليف في شهر رمضان، وقد انتصر المسلمين في غزوة بدر في شهر رمضان، ولكن هذا الواقع الذي نعيش فيه حاليا بسبب المرض المنتشر، فالكل يجلس في بيته. فالنهارده
كل واحد قاعد في بيته. طبعا المسلسلات في رمضان بدأ كل واحد طبعا بيسهر طول الليل وهينام طول النهار، او ان هو هيقعد يتفرج على المسلسلات لغاية ما المغرب بيأذن ويفطر. فما هو حكمه النهارده؟ يعني هو النهارده بيصلي في البيت كشخص خاص بنفسه، هل تحسب له صلاة جماعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة طبعا لمسألة يعني فعل بعض التصرفات اللي هي تتنافى مع فرضية الصيام، ذكرنا في أول اللقاء والحوار أن الله عز وجل إنما فرض الصوم قال لعلكم تتقون. ينبغي على الإنسان أن يفعل موجبات هذه التقوى وأن يمنع نفسه عن كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فيترك حتى الفضل من الكلام ويشغل نفسه بقراءة القرآن ويشغل نفسه بالصلاة. أما الإنسان الذي حبسه العذر عن صلاة جماعة فيأخذ ثواب صلاة الجماعة، حبسه العذر عن قيام الليل أو صلاة التراويح يأخذ ثواب صلاة التراويح، حبسه العذر عن أي فرض من الفرائض أو أي سنة من السنن كان يعتد عليها سواء بسفر أو مرض أو لأسباب أخرى، هذا الإنسان يأخذ نفس الثواب، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى المسلمين، والله أعلم. فضلت الشيخ، ما هو هيبقى في هذا العام فرض عليك إن أنت قاعد في البيت، الصوم هذا العام مختلف عن أي عام مضى، فهو النهارده عذره، هل له عذر في أي شكل من أشكال الصيام؟ يعني أنا النهارده قاعد في البيت ليل ونهار، نايم بالليل وبصحى بالنهار وبتفرج على المسلسلات وبقضي صيام عادي جدا، فحكم صيامه بيختلف عن الأعوام الماضية؟ لا، وطبعا الصيام ده متعلق بمسألة الأجر. هو طالما هيصوم صام تحققت فيه الشروط والفرائض وموجبات الصيام، هو أخيرا خلاص يعني أسقط عن نفسه فرضية الصيام، لكن الثواب بيختلف. الإنسان اللي هو بيشغل نفسه في نهار رمضان وليل رمضان بالذكر وقراءة القرآن والعمل الصالح والصدقات لا يتساوى أبدا مع شخص آخر يعني ينام بالنهار ويستيقظ بالليل او لا يقرا القران، فالانسان ده متعلق بالثواب. اما هي فرضيه الصيام صم سقط، زي الانسان اللي بيصلي واغلب الصلاه بتاعته مثلا بيسرح وبيأتي، هو اسقط عن نفسه فرضيه الصلاه، ولكن الثواب هل هي قبلت الصلاه؟ الثواب اخذ؟ لا، هنا بيختلف من شخص اليه الاخر. ينبغي على الانسان ان هو في رمضان وغير رمضان وفي الظروف اللي احنا فيها غير الظروف اللي احنا فيها، الانسان لا يتكئ على الكسل، ما يبقاش الانسان اصلا يعتدي الكسل ويعتدي النوم بدون يجدد نشاطه، ويحاول يعمل لنفسه برنامج وهو في البيت، يعمل لنفسه برنامج، البرنامج ده برنامج يكون فيه نشاط، استيقاظ مبكرا والنوم مبكرا، اللي هو يقرا القران يذكر الله سبحانه وتعالى هو في البيت، يستمع الى الدروس ويستمع الى المواعظ. المساله مش متعلقه بس بالايه؟ بالمساجد، لكن هو يجتهد وهو في بيته ان هو يكون يفعل ما يتطلبه الصيام، يترك الغيبه والنميمه، يترك مشاهده الاشياء اللي هي التي تتنافى مع الايه؟ مع اداب الصيام. يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، يجتهد في قيام الليل، دي مش مساله بيته غير ايه؟ بيت الانسان بيعمل. حتى الانسان في رمضان في الظروف العاديه كان الاصل ان يصلي التراويح في المسجد ثم يذهب الى بيته ويقيم الصلاه، يصلي الليل ويستكثر من الصلاه، يقرا القران مثلا في المسجد ويذهب الى البيت يقرا قران في البيت، يعمل نفسه اوراد. يبقى المساله ما هيش متعلقه بس طالما انت ما بتنزلش المسجد يبقى تفعل ما تشاء، لا، انت اصلا وانت في البيت تجعل لنفسك برنامج، هذا البرنامج يتماشى مع متطلبات الايه؟ الصيام، ولا يتنافى مع اداب الصيام، والله اعلم. قلت الشيخ اشرف، ما هو حكم بخاخه الرب في رمضان؟ بخاخه الرب في رمضان على المشهور والراجح بين اهل العلم انها لا تفطر، لان طبعا هو عباره عن بخار يتبخر ولا يصل الى المعده، واهم حاجه المساله متعلقه بوصول الشيء الى المعده او عدم وصوله الى المعده، الدخول الى الجوف وعدم الدخول الى الجوف. بخاخه الصيام على المشهور المعلوم والمعروف انها عباره عن بخار لا يصل الى جوف المعده وليس مغذيا، ولكنه اصلا علاج لمرض ما، فعلى المشهور بين اهل العلم ليس فيها شيء. فضيلة الشيخ اشرف، ما هي مفسدات الصوم؟ مفسد الصوم أكثر من مفسد للصيام. المفسد الأول اللي هو الطعام والشراب عامدا، إنسان يأكل أو يشرب عامدا في النهار رمضان ده خلاص مفطر وليس له عذر في ذلك، وكده أفطر وضاع عليه الصوم في هذا الإيه؟ في هذا اليوم. يبقى الطعام والشراب عامدا، وما يقوم مقام الطعام والشراب على الراجح بين أهل العلم، في أشياء تقوم مقام الطعام والشراب. الطعام والشراب يجعل الإنسان يتقوى،
فالإنسان إذا أكل أو شرب ده يتنافى مع الإيه؟ مع الصوم. في أشياء تقوم مقام الإيه؟ الطعام والشراب، زي الحقن الإيه؟ اللي هي المغذية، اللي بتاخدها الحقن الفيتامينات والمغذيات، تخلي الإنسان لا يشعر بالجوع ولا يشعر بشيء، فهنا ده بتتنافى أيضا مع إيه؟ مع مسألة الصيام. فالمفطرات اللي هو الطعام والشراب أو الأكل والشرب عامدا، وكذلك ما يقوم مقام الأكل والشرب. فضلت الشهر شوية، يعني الحكم بتاعي إن هو فطر، عليه إيه الكفارة بتاعته؟ تختلف الكفارة بحسب المفسد للصوم، يعني سبب الفطر الأكل والشرب هو أصلا كده ارتكب محرم، ارتكب إثم عظيم، ارتكب كبيرة من الكبائر، ويجب عليه تعويض هذا اليوم الصيام. وبرضه حتى لو صام لازم يصوم، يعني يجب عليه أنه يصومه، يصوم يوم آخر، ولكن في نفس الوقت هذا لم يجنبه الإثم والمعصية أبدا، ولكن هي كبيرة من الكبائر لابد أنه يتوب منها توبة كنت توبة يا نصوح. إذا كان طبعا سبب الفطر الجماع ده له كفارة أخرى إن شاء الله نذكرها في أي في وقت الأحد بإذن الله. فضيلة الشيخ، ما هي سنن الصوم؟ الصوم له أكثر من سنة، من أهم سنن الصوم تعجيل الفطر. إنسان لما يؤذن الأذان يعجل الفطر، بس لازم يتحرى بدقة أنه قد دخل وقت الفطر، يعني خلاص الليل جاء، يتحرى ما يعتمدش على أذان مكان معين وخلاص، في فروق مواقيت من محافظة إلى أخرى، من بلد إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، بده أنه يتحرى بدقة حتى لو تأخر قليلا، أنه هو إيه؟ أنه هو في مسألة الفطر، يبقى تعجيل الفطر، بس مش تعجيل الفطر أنا أفطر قبل الميعاد. تمام. أضيع بسبب دقيقة أو دقيقتين، أضيع، أنتظر وتمهل وتتحرى وتيقن من مسألة دخول الإيه؟ دخول الليل وحلول ميقات أو موعد الفطر. الأمر الثاني من سنن الصيام اللي هو تأخير السحور، لازم الإنسان يتسحر. في ناس أصلا بتهمل المسألة، السحور بركة وفي حسنات بالنسبة للسحور، طالما الإنسان بيعمل سنة، السنة دي مش مجرد شيء بتعمله وخلاص، إذا عملت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عليها حسنات، حسنات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فأولا إذا الإنسان تسحر هنا عمل سنة من سنن الصيام، ثاني نقطة إن هو كده إن شاء الله أخذ ثواب عظيم بإذن الله عز وجل. إذا أخر السحور دي سنة أخرى، يعني السحور سنة وتأخير السحور سنة، كده بيبقى أخذ أكثر من إيه؟ من ثواب. مجرد السحور سنة ثم تأخير السحور سنة أخرى. من سنن الصيام كذلك مسألة ترك الهجر من الكلام، الإنسان ما يعودش يتكلم كلام ملوش فايدة، يشغل نفسه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. طبعا أما ترك الكلام المحرم والفحش والكلام ده محرم في رمضان وغير رمضان، يعني الفحش والكلام والكلام البذيء والسباب والشتيمة، وما طبعا من أكره مسألة سب الدين، بعض شيء من الأشياء المحرمة والقبيحة ربما تخرج الإنسان من الدين، يترك مثل هذه الأشياء في رمضان وغير إيه؟ غير رمضان. وفي نهاية هذه الحلقة بنشكر فضيلة الشيخ أشرف سعد عبد العال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.